اتحاد سباقات الهجن والشريك الإعلامي قناة ياس الرياضية. فأنتم مدعوون مشاهدين الأعزاء هنا مع هذا المزاد الذي حمل الانتاج الشخصي الثالث والذي يستمد ليومين، اليوم الثامن من شهر أكتوبر ويوم أيضا التاسع من شهر أكتوبر، في نوعيات رائعة وجميلة سلالات. أيضا الانتاج الشخصي الثالث هو الذي حمل أيضا انتقالة رائعة وجميلة وفكرة رائعة لجميع ملاك الهجن لأبناء القبائل الذي أيضا لهم المشاركة هنا في أيضا انتقاء النوعيات الرائعة والجميلة. شكرا للمجموعة العلمية المتقدمة على هذه الفكرة الرائعة، أيضا وضع المزاد الانتاج الشخصي الثالث. العام الماضي كان مزاد الانتاج الشخصي الأول بالوثبة، والمزاد الانتاج الشخصي الثاني هناك بأيضا المدينة الغربية، بالفعل مدينة زايد أقيم في شهر ديسمبر. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام مزادات أيضا تنظمها المجموعة العلمية المتقدمة، يقام لها اليوم أيضا هنا مهرجان المزاد والخاص بهذه الفئة التي تمت المزايدة عليها من المزادات التي أيضا نظمتها المجموعة العلمية المتقدمة. أشواطنا متواصلة، وأيضا خمسة الأشواط الأولى حملت السيارات وخمسة الأشواط الأخرى حملت النقد والجوائز المقضية. شكرا أيضا على هذه الفكرة الرائعة. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدين ومتابعين الكرام، أرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب مع انطلاقة شوطنا الرابع الذي يحمل في كشوفاته هذه التحديات وسن الحقائق الابكار من مسافة 3 كيلومترات حاملة لهذا التحدي ولهذا الانطلاق. أسير مباشرة إلى المركز الأول ليتابع هذه التحديات وهذا الانطلاق. الشوط الرابع الخاص بفتى الجعدان الحقائق المميز على المركز الأول، المميز على الانطلاق الأول حمد بن سعيد بن هميلة المزروع يأتي على الانطلاق الأول، بينما المركز الثاني هنالك ناصي لسيد سالم بن محمد بن نعيف العامري يتقدم الآن على المركز الثاني وثالث التحديات. أركتواز يتقدم الآن محمد بن عوض بن نعيف العامري على المركز الثالث ورابع التحديات. منذر حمدان بن حمد بن بيات الرميثي يتقدم الآن من مزاد الطف على المركز الرابع وخامس المراكز. هنا وصل هملول علي بن محمد بن سالمين المزروعي والانتاج الشخصي الثاني هنا يتقدم على خامس المراكز. هذه الخمسة النجوم الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المميز وانطلاق المميز، الانتاج الشخصي الأول على مقدمة الشوط. الأبشاهين بن دغاش على المركز الأول والأم سودانية انتاج فاخر ومميز يا المميز على مقدمة الشوط. المركز الثاني هنالك منذر حمدان بن حمد بن بيات الرميثي محمية الطف وصلت الآن على المركز الثاني. المركز الثالث أم هنا يتواجد السلالة الأب منذر المختبر والأم بنت غزلان من يأتي هنا على المركز الثاني. منذر ينحدر من هذه السلالة القوية، بينما المركز الثالث هنالك وصول وانطلاق ناصي. وصل ناصي من الانتاج الشخصي الثاني، يصل في هذه اللحظات على المركز الثالث. ناصي المختبر السلالة والأم سودانية يتواجد على المركز الثالث، سلالات قوية وغنية عن التعريف. المركز الرابع أركتواز قادم محمد بن عوض بن عيف العامري يتقدم الآن على المركز الخامس. يا سلام، ينحدر من سلالة القادم هنا على المركز الخامس. الانتاج الشخصي الأول والسلالة صغان بن بخيت والأم بنت المسك وصل هنا على المركز الخامس. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى التحديات. المميز 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 وأيضا هنا وصل في هذه اللحظات منذر، سلالة منذر وصلت الآن وبدأ ينطلق منذر إلى مقدمة الشوط. تعود ملكية منذر حمدان بن حمد بن بيات الرميثي وسلالة منذر والأم. يا سلام، منذر المختبر والأم بنت غزلان وصل الآن إلى مقدمة الشوط، إلى
على الصدارة. انطلق منذر 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 حاصل على سيارة في الصعوب في مهرجان الصعوب وهو صعب للمشاركات. يا سلام، انطلق هذه السلالة القوية إلى مقدمة الشوط. المميز حمد بن سعيد الهميلة المزروعي وصل على المركز الثاني. يا سلام، السيارة لمن؟ الفوز والانتصار لمن من هذه الأسماء القوية؟ لمن من هذه السلالات الفاخرة؟ ولكن منذر السلامات يبدو لي بأنها للسمحة. بدأ يغادر منذر على المركز الأول ومحمية الطف حمدان بن حمد بن ربيات الرميثي وسلالة منذر المختبر واللون بنت غزلان. انطلق الآن إلى مقدمة الشوط منذر حمدان بن حمد بن ربيات الرميثي. السلامات للسمحة والسيارة يضيفها منذر الحاصل على الإنجازات على مقدمة الشوط بهذه السلالة القوية والغنية عن التعريف. منذر واللون بنت غزلان، سلام يا المختبر وسلام يا محمية الطف على هذا الانتاج الفاخر. تهانينا والناموس من هذه اللحظات وبدون أي منافس منذر حمدان بن حمد بن ربيات الرميثي. سلام يا السمحة، سلام على هذا الفوز الأب منذر المختبر واللون بنت غزلان. تهانينا والناموس لك يا الرميثي. المركز الثاني وصل مرسال عبد الله بن سعيد بن عامر النيادي على المركز الثاني. محمية أبو مريخة الأب مطفي والأم بنت راهي. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل ناصي هزيم بن خليفة بن سلطان بن عبيدة السويدي الإنتاج الشخصي الأول الأب ناصي المختبر والأم بنت الرمادي. المركز الرابع وصل المميز حمد بن سعيد بن هميلة المزروع الإنتاج الشخصي الأول الأب شاهين بن دغاش والأم سودانية. المركز الخامس وصل إركتواز محمد بن عوض بن نعيف العامري الإنتاج الشخصي الأول وسلالة صوغام بن بخيت والأم بنت المسك. تهانينا والناموس للخمسة الفائزين بمسار وتحدي الشوط السابق. السلالات الفاخرة منذر 4:35 وجزئي من الثاني. تهانينا والناموس لمالك منذر حمدان بن حمد بن بيات الرميثي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل مرسال عبد الله بن سعيد بن عامر النيادي 4:41 خمسة أجزاء من الثانية من محمية أبو مريخة وينحدر من سلالة مطفي والأم بنت راهي. تهانينا والناموس لك النيادي. المركز الثالث ناصي هزيم بن خليفة بن سلطان بالعبيد السويدي 4:46 تسعة أجزاء من الثانية إنتاج الشخصي الأول وينحدر من سلالة الأب ناصي المختبر والأم بنت الرمادي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.